هل هناك عقوبات رادعة تجاه أي تاجر يقوم بمغالاة أسعاره أو احتكاره أو حتى يعني زيادة الأسعار فوق الحد المسموح به؟ أكيد يا فندم، في قوانين مشرعة وفي جهات معنية هي اللي بتقوم للتاجر المستغل. وبعد هنا لما نيجي أقول تاجر مستغل، أول حاجة في الاستغلال هي الاحتكار، ودي أبشع جريمة ممكن يقوم بيها التاجر في حق المواطن أو في حق المستهلك. وبالتالي بتقوم الدولة بإجراءات معينة عن طريق جهات معينة. يعني خليني مثلا أقول لحضرتك أرقام، يعني إحنا في عندنا ضبط 1273 قضية تموينية متنوعة، بقى منها من احتكار تاخدها من الأول، تخزين السلع علشان إن أنا أبيعها بسعر تاني أفضل، لغايه اني ببيع السعر باقل، يعني ببيع السلعه باعلى من سعرها، لغايه ان ملهاش اوراق ولا في مكتوب عليها المنشا ولا ليها اوراق استيراد او غيره. فاحنا بنتكلم كل دوت دي، يعني بنتكلم في الفتره الاخيره دي 1273 قضيه. طيب دي مين اللي بيقوم بده؟ مفتشين التموين بيقوموا، مباحث التموين بتقوم، عندنا في جهات مختصه زي حمايه المستهلك، وممكن ان انا كمستهلك اتصل بالرقم او لو مكسل، يعني انا بكلم الناس بقول لهم اتصلوا، بيقولوا لي لا هو انا هدفع مكالمه على الهوت لاين رغم ان هم 5 ارقام بتصل بيهم، ابعت واتساب. يعني في الدول العربيه كلها عاملين الخدمه دي، ان احنا نقدر نبعت ايميل او واتساب ونقول فيه انه، يعني خلي بالك اصل الشكوى مش يعني ممكن تكون شكوى كيديه، يعني احنا اعتدنا ان احنا لما تتوفر عندنا خدمه ما بنستغلهاش الاستغلال الامثل. فهنا الدولة والجهات المختصة هتحقق الشكوى دي كيدية ولا لا.